لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هم الملائكة، لم يقل الطاهرون أو المتطهرون. في فرق؟ طاهر يعني الإنسان أو الماء، كل شيء طاهر، الماء الطاهر وهذا الطاهر الطاهر. نعم. متطهر الذي يتطهر من النجاسة من من دمس الحدث، من معين. الحدث. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. متطهرين، والمطهرين هذا الإنسان. هذه الملائكة. المطهرون ده كاتبين الملائكة على المصاحف لا يمسون المطهرون إلى جزء من الآية. المطهرون هم الملائكة. الإنسان ليس مطهر، قد يتطهر، قد يكون طاهرا يعني، لكن نعم. ليس مطهر. تمام. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الملائكة. الملائكة. نعم. إذن هذا اللوح المكنون هو المحفوظ. هو إذا الكلام على القرآن أم على القرآن؟ أم على اللوح المحفوظ؟ القرآن، القرآن في كتاب مكنون. لا هو القرآن. هذا القرآن داخل كتاب آخر اسمه كتاب مكنون. هو المكنون المحفوظ. هو اللوح المحفوظ يعني؟ عفوا الأكثر. لأن هذا رد على من قال تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وقالوا تنزلت به، قال وما تنزلت به الشياطين. هذا محفوظ لا تناله هذا فقط، لا يمس إلا الملائكة مطهرون. ولذلك قسم يعني قسم ذهب إلى أنه هذا ليس معنى أنه لا يمسه إلا من كان على وضوء. هذا ليس يعني الأخوات مثلا اللي تعتريهم شيء معين. لا أو الوضوء مثلاً. الوضوء لأن ذاك الحدث الحدث فيه. ولذلك قسم من الفقهاء أجاز أن كثير أن يمس القرآن من كان من ليس على وضوء، مو ليس يعني الحدث أو ما جنابة أو كذا. لا هذا قسم يعني جنابة أو الحيض أو كذا. قال هذا ليس فيها دليل، لو قال إلا المتطهرون كان يكون فيها تقطع قسم. ولذلك وقسم يعني هذه حق يكون ينبغي أن يكون فيها نص يقطع المسألة. أما الآية هذه لا تدل بهذه على أنه غير المتوضئ لا يجوز أن يمس المصحف، هذه الآية. نعم. إلا إذا كان هنالك